شركة FNSS للأنظمة الدفاعية، حماية حركتكم بين يديكم. شركة دفاعية تركية تحظى بثقة واحترام على مستوى العالم. FNSS شركة دولية في مجال الأنظمة الدفاعية الأرضية، وهي متخصصة في تصميم وإنتاج العربات القتالية المدرعة المدولبة والمجنزرة، بالإضافة إلى عربات الهندسة القتالية وأبراج المدرعات وحلول الاستدامة. وباعتبارها المورد المفضل للمستخدمين في العديد من البلدان، قامت الشركة حتى الآن بتسليم ما يزيد عن 4000 عربة قتالية مدرعة على مستوى العالم. قيمة مضافة من خلال الحلول المبتكرة. تتميز شركة FNSS بقوى عاملة تتسم بالكفاءة والديناميكية، وبفضلها توفر الشركة حلولاً مبتكرة طول كامل العمر التشغيلي لمنتجاتها، بداية من مرحلة التصميم إلى نهاية العمر التشغيلي. ومنذ انطلاقها لأول مرة في عام 1990، استمرت الشركة في تحسين قدراتها في مجال تصميم وإنتاج العربات بما يتماشى مع متطلبات عملائها. وتنتج شركة FNSS مجموعة من العربات المدرعة المجنزرة من فئة قابلان، والعربات المدرعة المدولبة من فئة بارس، والتي من شأنها أن تشكل الاتجاه الأمثل لتصميم وإنتاج العربات القتالية في القرن 21. تلبية توقعات المستخدمين. تعمل شركة FNSS على تصميم وتطوير حلول مخصصة تلبي متطلبات واحتياجات كل مستخدم على حدة، وتطبق شركة FNSS أسلوباً مرناً في إدارة المشروعات، وهو السر في نجاحها في تسليم المنتجات المخصصة في الأطر الزمنية المطلوبة. وعززت ذلك بقدرتها على التنظيم الرائع لسلسلة التوريد الممتدة والمجموعة الكبيرة من الشراكات العالمية. نجحت شركة FNSS في تصميم وتوريد منتجات تشتمل على متطلبات فريدة، مثل الجرافة المدرعة البرمائية والنظام البرمائي سريع الانتشار لعبور الثغرات المائية الواسعة والدبابة قابلان متوسطة الوزن. وهذه العربات هي أحدث مثال على نموذج العمل المتمحور حول المستخدم الذي تطبقه شركة FNSS، والذي يركز على فهم المتطلبات الدقيقة للمستخدمين وتوفير الحلول المخصصة لهم. بناء المستقبل بكل ثقة. نجحت منتجات شركة FNSS في اجتياز اختبارات المستخدمين للتحمل في أصعب الظروف، وأثبتت قدراتها في تنفيذ المهام القتالية. ويعد رضا المستخدم هدفاً دائماً لشركة FNSS، وهي تسعى جاهدة لضمان أن يكون العمر التشغيلي لمنتجاتها أطول من العمر الافتراضي لها، وذلك من خلال تلبية أي احتياجات جديدة قد تظهر أثناء استخدام تلك المنتجات. وتعمل شركة FNSS أيضاً على إحداث فرق والتمييز من خلال تحقيق قيمة كبيرة لعملائها الدوليين من خلال برامج التوطين التي تشمل توظيف العمالة الوطنية وإنشاء سلاسل التوريد المحلية وتوفير التدريب ونقل التقنية داخل الدول. وبفضل إرثها الممتد على مدار 30 عاماً في مجال الصناعات الدفاعية، تستمر شركة FNSS في إضافة قيمة لعملائها من خلال إيجاد الحلول المبتكرة.